حيث وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى الجزائر في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربية الثلاثية لليبيا، والتي تضم كلا من مصر وتونس والجزائر. وقال بيان للخارجية إن الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الشأن الليبي، فضلا عن سبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني، إضافة إلى دعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد. وذكر البيان أن المشاركة الدورية لشكري في الاجتماعات تأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم كافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية والمساعدة في بناء التوافق الوطني وتحقيق التسوية السياسية للأزمة.